من القاهرة ينضم إلينا محمد عاطف مراسل الغد. محمد، ماذا عن أجواء هذا الاجتماع الاستثنائي ومستوى التمثيل من قبل رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية؟ نعم، يعني بدأ الاجتماع منذ نصف ساعة تقريبا، والاجتماع بدأ ساخنا بالقضية الفلسطينية والقدس. هذا الاجتماع الذي عقد بناء على طلب من دولة الكويت، رئيس الأمة الكويتي الذي طلب بموافقة بعض الأعضاء والكثير من الأعضاء في البرلمان العربي عقد جلسة استثنائية لهذه البرلمانات ورؤساء البرلمانات بشأن التطورات الأخيرة في قضية القدس وفلسطين. بالفعل بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس النواب المصري ورئيس البرلمانات العربية علي عبد العال، ثم بعد ذلك بدأت توالى الكلمات من رؤساء البرلمانات. السعيد أبو علي رئيس شؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة والأمين العام المساعد للجامعة العربية طالب بفتح تحقيق عاجل دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل والحصار الجائر في غزة. هناك أيضا الكثير من المطالبات للإدارة الأمريكية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية بأن توقف القرارات الخاطئة والمرفوضة دوليا وعربيا بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهذه الإجراءات الباطلة قانونيا والباطلة شرعيا ودوليا. الكثير قالوا أن إسرائيل والإدارة الأمريكية أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لتصفية القضية الفلسطينية، كان آخرها باستصدار قرار من الكنيسة بالقومية، وهذا القرار الذي يكرس للعنصرية ضد العرب والفلسطينيين الفلسطينيين أصحاب الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى أنه يعطي الشرعية للاستيطان وفكرة الاستيطان، وهذا يعطي إسرائيل الحق في استخدام أشكال العنف ضد المدنيين والفلسطينيين العزل في الأراضي المحتلة، وهذا القرار مرفوض أيضا من داخل هذه الجلسة الطارئة. هناك إدانات لكل الدول التي تساند إسرائيل وتساند الموقف الإسرائيلي فيما يجرى على الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا هناك إدانة لموقف الإدارة الأمريكية بشأن تقليص المساعدات الخاصة بالأونروا والتي تسببت في عجز يصل إلى 446 مليون دولار خلال العام الجاري عام 2018. كل هذه النقاط هي نقاط التحاور والتشاور. داخل هذه الجلسة تم الموافقة على مقترح من رئيس مجلس النواب، وهو تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي. هذه اللجنة بيتم تشكيلها من رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس البرلمان المصري ورئيس البرلمان الفلسطيني أو الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، وخاصة هذه الدولة المعنية، الدولة الداعية والدولة المضيفة والدولة صاحبة الموضوع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. هذه اللجنة تم إقرار تشكيلها اليوم، وذلك لصياغة ما يتم وما يدور من مناقشات خلال هذه الجلسة، وعمل بيان ختامي بما توصلت إليه الجلسة وعرضه على أعضاء مجالس البرلمانات العربية ورؤسائهم. نعم. لإقراره في ختام أعمال هذه الجلسة. إذن من القاهرة محمد عاطف مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.